قرار مال المتجاوزين. المهم قال عمي انا ما اقدر اروح، رجل دين يعني وضعه خاص. قالوا له عسى وين؟ راحوا يعني ما اخر. لما راح عبد الزهر دخل على المحافظ، المحافظ عرفه، قال له استريح شيخنا تفضل شاي ما شكرك شيخنا. قال له والله جيتك بمناسبه هذا الموضوع مال المتجاوزين، ممكن ترفعونه؟ قال له لا والله اعذرني الشيخ، هذا قانون اتخذناه بعد. طلع جاء واحد بنفس الساعه بنفس اليوم، قال له شيخنا عسى وان تروحوا وياي للمحافظ. قال له عمي هسه اجيت، الرجال يقول قانون ما اقدر ارفعه. المهم لما دخل شوف، فلا تملوا النعام، لا تملها. قال له المحافظ نفس الشيء، قال له شيخنا هسه اجيتني ما اقدر ارفع هذا القانون. يقول راح اجى واحد نفس الساعه الثالث، احنا نسويها؟ انا واحد ما اسويها، اروح مره كافي؟ غير كافي الانسان عنده كرامه، بس هذا الرجل لا، جدا قريب من الله، ما عنده لا يستنكف ولا عنده تكبر. بالمره الثالثه يقول لما شافني المحافظ استحر، قال شيخنا هاي خاطرك راح ارفع القانون، قانون رفع المتجاوزين. شوف انت ما عليك الا ان تسعى، بس تسعى، هسه ما سوى شيء. مره انا اسعى لقضاء حوائج الناس ارفع تليفون من خلال الجاه والوجه، مره لا ما اقدر، ما عندي جاه وجه، من ديدة على جيبي اساعد الفقراء اليتامى المعوزين، بس من ساعتهم مو تنعرض بيس مواقع التواصل. على كيفكم يا ناس عمي، ناس والله عندها كرامة خطير، بنات غيرها، نساء متعففات، يعني انت شايف هاي المأساة هسه، الزواج الجماعي شايفينه مواقع التواصل من التلفزيون، تابع للجهة الفلانية، خاف اذكر اسمهم ويدزوا له دعوة يهبلوا، التابع للجهة الفلانية، يا انتم تزوجون الناس فرحونهم، مو صحيح هذا. صدقة السر، النبي يقول صدقة السر تطفئ غضب الرب. جد مهمة صدقة السر، انطي انطي ماكو مشكلة، بس مو صورني يا فلان، ما يصير عني، مو صحيح هذا. ناس عندها كرامة، شهر رمضان ينطيله كيلو عدس كيلو تمن، وجاءت يعني القناة الفلانية وسلمونا على فلان، سلمونا على فلان، ايش منطيهم انت؟ ايش منطي؟ كيلو عدس ايش منطي؟ ذليتك والله. هذا البلد وقع في متاهة والذلة، تخاف المحرم تسمع ناس تصيح هاي هات منا الذلة. يا بني سكتوا، هو واحد قالها، من هو؟ الحسين. بس شلون قالها؟ قالها قدم أهل بيته 18 من أهل بيته مجزرين على الأضاحي تسفي عليهم الذاريات ذروة. لما قالها فعلها. أقول لك إحنا وين عايشين؟ في وسط الذلة ولا لا؟ والعباس وسط الذلة، تدخل المستشفى ذلة، طب مركز ذلة، تجي بالبيت ذلة، ما عندك خدمات، كهرباء ما عندك، لهذا اليوم ما عندك كهرباء. ليش؟ مؤامرة إقليمية ودولية على العراق، البلد هذا الوحيد اللي ما يصير به خدمات. نعم يردونك ترجع إلى الوراء، مع أنه أول حضارة من حضارة العراق، حمرابي سومر أكل 7000 سنة. نعم هذا حمرابي في يوم من الأيام واحدة من القوانين اللي عنده، يقولون كان عنده فقرة رقم 22، والله اسمها حزين. هاي الفقرة شو تقول؟ تقول إذا سطى لص حرامي، يقول إذا سطى لص على دار وسرقها، لما سرق الدار يقول القانون المتبع ما هو؟ يقول أولا المسؤول عن القضاء يوقفونه يسجنونه، وثانيا صاحب الدار يعوض. الحد ما يلقون القبض على اللص يلا يطلع قام مقام يعني المحافظ. ايش القوانين وين؟ بس الحرامي يمشي حيل صدر، ياخذون يا صور ندري بي حرامي قاعد العراق على الحديد. اي نعم. والناس الابرياء اللي باين قنينه مال غاز هسه هو الحرام حرام صحيح، بس هذا انصاف يعني؟ هذا تساوي؟ مو صحيح.
ابسط الامور الجنائيه ممكن ياكل الانسان 5 سنوات 6، واللي ينهبوا العراق ذول عندهم حصانه منين؟ من الله. هم يقولون ذول محصنين. شفت احد واحد وقف من السياسيين امام القبائل الاعلى شف يحددها وحاسبه من اين لك هذا، مع انه علي بن ابي طالب فعلها ولا لا؟ فعلها علي. من اين لك هذا؟ كيف دخل علي عباس بن حبر الامه شاف يخصف نعله صلح بن عاله؟ اقول لك النعال ما لهسه جلك الله مو مثل النعال قبل النعال ينضر به بعد ما يقوم هنقل انا والله حاطين به حديد ما عاد. ابن عباس يقول شفت علي بن ابي طالب يخصف في نعليه صلح به. قلت له يا علي ماذا تصنع؟ انها نعل باليه ما لها قيمه. الامام علي قال له انظر يا ابن عباس الى هذه النعل كم تساوي؟ قال له طيب يا ايش قلت؟ الامام علي قال له سيدي انها نعل باليه لا قيمه لها. الامام علي رفع نعاله، الامام علي كل مقامات رفع نعاله. قال له انظر يا ابن عباس الى هذه النعل والله يقسم الامام علي انها اهم عندي من خلافتكم. يقول لهم الامام علي سلام الله عليه يقول لهم خلافتكم ونعالي. خلافتكم شنو؟ رفسها مو؟ رفسها للسياسه. كان الامام علي سلام الله عليه صح استلم 4 سنوات من السلطه، بس كانت السلطه تخدم الناس، جاء من اجل خدمه الناس والناس يخدمونه، بالعكس. اكثر من ذلك علي بن ابي طالب سلام الله عليه شاف له واحد يتسول يجدي منديله، باوع الى واحد من مستشاريه قال له ما هذا؟ شنو هاي الحاله؟ قال له يا علي ارى الا ترى الصليب في عنقه انه نصراني. قال وين كان نصرانيا؟ لكن اتعبتموه ايام شبابه وتركتموه ايام شيخوخته، اجعلوا له راتبا من بيت المال. هاي منهجيه علي. اكثر من ذلك علي بن ابي طالب سلام الله عليه يقول كانت عنده حظيره اجلكم الله مال حيوانات، بس يا حيوانات الضائعه اللي ما لها راعي كان يجمعها الامام علي. ليش؟ يقول من يجي راعيها؟ طبعا شوف ينطيها طعام غريب من نوعه، لا يجوعها كلش ولا يشبعها، يعني ما يسمنها. ليش؟ يقول حتى من يجي راعيها يعرفها. حتى الحيوان جلكم الله في حكومه علي، في ظل حكومه علي كان له كرامه مو؟ واليوم الانسان له كرامه؟ اغلبيه احنا ما قدرنا نغير بالمعادله، مو شاننا هذا. احنا المحرم شاننا بس نطبخ وناكل، عافيه شعب بس ياكل اهل. عد ما نغير لا ما لنا علاقه، مو البعض رافع شعار لا تزعلون، بعض رافع شعار تسولف بهاي الامور يقول لا شيخنا احنا دازين عليه، تصعد على المنبر سولف عن الحسين. شو علي من اسولف انا؟ على بني اميه؟ شغال عن الحسين؟ اقرا على ابو لهب هو هذا الحسين. الحسين شنو هو؟ الحسين الثوره، الحسين التغيير، الاصلاح، مو حتى ناكل. شعب ما يجيك الا لغه الاكل، واه ويلاه، واه مصيبتاه. مصيبه. حسين لما شاف خطا عالج بيه من بدمه. اقول لك مره انا عالج الخطا بلساني طبيعي، مره عالج بفلوسي طبيعي، مره عالج بدمي. يترك اثر ولا لا؟ نعم، ياخذ حيز. فالبعض رافع شعره يقول لك من يطلع المهدي يصب فيها؟ عمي ذول عميان تاخذها مني. من يطلع المهدي يصب فيها؟ انت شنو شغلك؟ انت بالمعادله شنو؟ مو القران يقول كنتم خير امه ولا لا؟ نعم، أخرجت للناس، هذا قانون قرآني. هاي حالة الاتكالية والأمي واللي ياخذ أمه يصير أبوي، مو صحيح هذا بالشارع، لا. والله هاي الشعوب الحرة الأبية، شوف هذا من سلمان دلة. هذا من سلمان دلة. سجين مو؟ سياسي. لما طلع من المعتقل سألوه سؤال، ايش قالوا له؟ قالوا له راح نسوي لك راتب. قالوا راتب ما ليش؟ قالوا باعتبار أنت كنت سجين سياسي. قال لهم انا لا ابيع جهادي. جهادي ما ابيعه، جاهدت من اجل بلدي. بيع جهادي شلون؟ هاي الناس وين ورجتنا وين؟ جتنا ما شايفه. سبق صدام قلنا يا الله راح يجون اولادنا المسلمين يبنون البلد، واذا به تفاجئنا اجوا عطشانين على الفساد. وشلون فساد؟ ميزانيه انفجاريه، ميزانيه البلد انفجاريه. ولهذا اليوم أبسط مقومات الحياة ما عندنا، يجي الصيف ايش قالت المولدة؟ ايش حجة الوطنية؟ لذلك أنا قبل أيام قلت البعض سمعها مني مواقع التواصل، قلت بالميزانية صارفين على الكهرباء 90 مليار دولار. 90
عمي المفروض بالمنطق 90 مليار دولار المفروض المواطن لما سلم عليه ينتهي. ها اقول لك لا المواطن ينتهي ولا الكهرباء موجوده، حيره يا علي. هو هذا الموجود؟ لا انت عندك خدمات ولا انت تنتهي. بس ارجع واقول الله لا يغير ما بقوم، لازم تغير الواقع مالك وبعدين تطلع وين بالواقع العام. نعم هاي سنه 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 من الله عز وجل. لذلك الامام الكاظم سلام الله عليه لما اجى في يوم من الايام واحد من الوزراء من الشيعة دخل علي ما راد يقابل الامام، ما سلم علي بالباب بالباب عافر ذله ذله. شلون المرجعيه اليوم ساده بابه؟ اي نعم تعرف هؤلاء مو اوالي. سد باب الامام الكاظم قال له ليه سيدي؟ قال له الا تذهب الى صفوان الجمال من شيعتنا يرضى عنك صفوان يلا انا ارضى عنه. راح صفوان طرق عليه الباب بالكوفه مو بالمدينه، هو بالمدينه راح لوين؟ للكوفه. طرق عليه الباب باوع صفوان من فوق السطح قال له من هو الذي جاء بالوزير على باب الفقير؟ وزير ايش عنده جاي بابي؟ تعجب. نزل قال له انزل انما انا اخوك تعال سلم علي. قال له الامام الكاظم ما استقبلني، يقول حتى يرضى عنك صفوان الجمال. واحد من شيعتنا ما قابل، انا ما اقبل عليك انت يا الوزير. الامام يقول له المهم قال له عم انا قبلت عليك روح. قال له لا هذا ما يصرف لك هالشيء. هذا الوزير يقول له قال له الا ان تطأ بنعلك على خدي، تخلي نعالك على خدي يا الله اروح. المهم شال نعاله خلاه على خده راح للامام الكاظم فرح فرح مستبشر. شاف الامام الكاظم قال له اهلا بشيعتنا، هم ذول شيعتنا يقضون حوائج ناسهم. قال من جبناكم احنا؟ المن؟ البعض قال عوفهم عمي ما دام نمشي بالحسين ها هي تبون قشمركم منو؟ وبعض الخطباء قال المهم شيعي يعني تنتخبه شيعي، فساد، كهرباء ماكو، جياع، عرامل، ناس تبيع حشيشه، هذا علاقه، المهم شيعي. هذول ايش مدري هم اللي قاعدين بالتبرير؟ مدري شبعان ما يروي من جوعان عنه. محل الشاهد بعد يقول واحدة من الأمور التي تقرب الإنسان إلى موضوع حسن العاقبة يقول الحضور إلى المجالس. الإمام الباقر سلام الله عليه شو يقول؟ عنده حديث واضح مضمون الحديث، يقول إن الذين يحضرون مجالس جدي الحسين نعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. يعني أسمائنا وين؟ عند الإمام المعصوم. ليش؟ البارحة قلنا باعتبار إحنا خط معارضة نكثر السواد عليهم، من جهة أخرى أكو توعية اكو ارشاد، بس عندنا بعض المجالس. شوف احنا ايش عندنا بالروايات؟ عندنا بان الزهراء هسه قال اخاف اقولها ويزعلوني، يا مرطه ترضى ناس تزعل ناس، ما يصير عمي هي مو اشتهيات، هاي رساله خلي يزعلون. المهم عندنا الروايه شو تقول؟ تقول بان الزهراء تحضر وين؟ في المجالس، مو متفقين عليه. هسه يا مجلس ما ادري ما اريد انزل بالمجالس وقبل هنا تحضر بغير مكان، المهم بالمجالس، انا من طلعي ما اجزم، كله بيد الله، ما نعرف. زين اذا الزهراء تحضر من مجالس، بعض المجالس من تصير لطميه شلون يصلخون؟ ها؟ سؤال بريء عم يتحمل، اخذني على قد عقلي. شلون تصلخون؟ ومرات نطلع يعني نطلع جسمه بيه شوفه، ومرات لا. قراقيد مال لحم. شوفه ما ابي. مو تحضر الزهراء ولا لا؟ تشذبون. يقولون على ارواحهم من جهة تصادم افعالكم مع الرواية تقول الزهراء تحضر، شلون؟ طلع لي صدرك وتنطم، شلون؟ صلخ، شلون؟ فضائيات تنقل، احنا زمن التكنولوجيا عمي، فضائيات تنقل غيرها، وبس تحكي. انظروا الى هذا الاموي، انا اموي؟ خف الله عليكم، ليش مو عمي؟ شنو المناسبة؟ ما يصرف الحكي. ليش مو بها اساءة ولا لا؟ نعم بها اساءة. شلون تقول الزهراء تحضر وانت مطلع وتنظم؟ شلون؟ بعدين هاي الفضائيات لما تنقل مو هاي عوائل قاعدة، امك وامي اختك واختي قاعدة تباوع على النظمية وطلع ناس مصلخة وتنظم، ما يصير. لذلك الامام سلام الله عليه يقول كونوا دعاة لنا صامتين. شنو صامتين؟ يعني افعالكم هي التي تدلل على انكم تنتسبون لمدرسة جعفر بن محمد صادق سلام الله عليه. بعد يقول واحدة من الأمور التي تقود الإنسان إلى حسن العاقبة يقول الصدقة.
قودك الإنسان إلى حسن العاقبة. طبعا الصدقة المتعارف عليها من تطلع فلوس، لا، مش الصدقة كلمة طيبة، صدقة أدبك، صدقة جلوسك، صدقة إذا كان بوقار، كل هذا عبارة عن صدقة. ولذلك الزهراء سلام الله عليها كانت توصي الإمام الحسن سلام الله عليه، هو الإمام الحسن يقول سلام الله عليه، يقول أنا سمعت بأن أمي فاطمة تدعو في صلاة الليل، تدعو لجارنا، الإمام الحسن يقول، قلت لها أمه ونحن إحنا وين؟ قالت لي هاي العبارة المشهورة ترى وردت عن فاطمة، قالت لي بني الجار قبل الدار، هاي منو قالتها؟ فاطمة سلام الله عليه. هو يعلم الإمام الحسن لكن أراد توصل رسالة، قالت له بني حسن الجار قبل الدار. فعلا هي أوصت علي بن أبي طالب سلام الله عليه عدة وصايا، من ضمنها أوصته بالحسن والحسين، وهذه الوصية مو لعلي بن أبي طالب لأنه إمام معصوم وترى الطاعة، هاي لك وإلا رفقا باليتيم اللي يقول لك. لذلك الرواية تقول إذا بكى اليتيم في جوف الليل نادى ملك من الملائكة في عنان السماء، من هو الذي أبكى؟ الملائكة تقول اللهم أنت أعلم، من أدري. الله عز وجل يجاوب الملائكة يقول من يسكته وأنا أرضيه، هذا اللي بكى هذا اليتيم، من هو الذي يسكته وأنا أرضيه؟ رضى الله ينتهي ولا لا؟ لا ينتهي. ولذلك كانت توصي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الرواية تقول بأنه واحد من أصحاب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، يقول في يوم من الأيام أنا جالس عند قبر فاطمة سلام الله عليها، يقول إجاني علي بن أبي طالب مهتم مسرح، ما خبر سيدة؟ قامت الحرب. قال لا يا سلمان، ولكن زينب جاءت لزيارة قبر أمها فاطمة. يقول أجت زينب، جلست عند القبر، أخذت تطرق بباب القبر، ختام هذا المجلس نسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم وكل من أوصانا بالدعاء والحاضرين جميعا، إخواني آبائي اللي جالسين، نسأل الله عز وجل لهم قضاء الحوائج، شفاء مرضاهم، من أوصانا بالذرية الصالحة، يديم عليكم هذا الوجود، هاي النعمة. قال لا يا سلمان، ولكن زينب جاءت لزيارة قبر أمها فاطمة. يقول أجت زينب، جلست عند القبر، أخذت